صافي نبداو. يلا بدينا مشينا. يلا بدا المقدمة وي صافي. السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف التفاعل ديالكم معنا اللي خطيكم علينا. السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو الاجوبه والاسئله مع العرسان ديالنا مع اكرام ونجيب. انا عطيهم شي اسئله قاصحين. انا بعدا انا ما غنرحمك شي غازي راسك ياك. والله يا ساهلي انا ما عارف من شغلك هذاك. المهم انت ويصل كتبت 10 د الاسئله ديالها، انا كتبت 10 د الاسئله ديالي. ما كتشوفوا عندي 10 د الاسئله في التليفون، ويصل عندي 10 د الاسئله، ويصل عاد طرح الاسئله ديالها على اكرام، وانا غنطرح الاسئله ديالي على نجيب، وغتسمعوا الجواب حداكم دابا كاملين بينا. وقبل ما نبداو الاسئله خليكم يهضروا معكم ونبداو. السلام عليكم، كيف نتوما؟ بخير مزيانين هانيين صحيحه، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم خاي وصال واختي وخاي وصال خليها اليوم خي علي واختي وصال عملوا لنا واحد التحدي اللي هي اسئله، عيطرحوا علينا الاسئله وحنا غنجاوبوهم. بالحق حنا ما عرفناش شنو هاد الاسئله، وكنتمنى زعما تكون الاسئله في المتناول، ولكن ما نعرف بيني وبين بالحق بلا زواق، الاجوبه تكون معوطه نيش انا ولكن واحد القضيه راه قبل ما نبداو خاصكم تقولوا اقسم بالله انا اقول الحق. عرفت كضحك انا باش نكونوا متفاهمين، ما كاينش التصوير كاينه ولا ما كاينينش؟ كاين نتفق. اقسم بالله انا اقول الحق ولا شيء غير الحق. سيد القاضي والله انا اقول الحق ولا غير الحق. صافي هاتي صافي يلا اكرم هضر معي قبل ما نبداو. يلا السلام عليكم مشاهدين، كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتعرفوا اليوم لينا عند خي عادي واختي وصال باش نعدلوا الاسئله والاجوبه، هما موجودين ومنا غيسقسيونا. ايوا خليكم معنا تشوفوا الاسئله. يلا نبداو. شكون غيبدا الاول؟ انتينا ولا انا وصال؟ بدا انتينا. انا نبدا الاول. بسم الله على بركة الله. يلا سيدي واخا نبدا انا الاول. السؤال الاول يقول نبداو بسؤال عنبداو بالتصدير من الاول. لا ولا اخو ماشي مشكل. السؤال الاول شحال اعطيتي الاكرام في الصباح؟ السؤال واخا اذا هذا بحال غنطرحوا عليهم جوج بينا. يلا سيدي ندوزو حنا بجوج. المهم تحلفتي براسك. حلفت عشرة ألف بارك الله مليون تبارك الله تبارك الله عطيتيها مليون الفرنك. 10000 درهم كما كتسمعوا تبارك الله، والله يكمل عليكم. الله سهل سهل وكثار سهل كثار. 10000 درهم غير كتبناها في الكاغط والسياره، يعني السيار ديالو هو اللي انت اللي زدتي سيارتي في داكشي بالكاغط وكل شيء. صراحه المهم راه بنت الناس وتستاهل تستاهل كثر. ريفه الطوب الله يعمر راس العرب لاقيك مع بنت الناس. الله يعمر راس العرب الحمد لله، واحد النعمه كبيره الحمد لله. يلا السؤال ديالك هو وصل. حذف هذا السؤال هذا ومشي للسؤال اخر. شنو هو الحلم ديالك يا اكرام؟ وين اجي؟ الحلم ديالها هو نجيب. شوف والله العظيم انا ما نكذبش عليكم، انا دابا في الخطوبه واخا جلسنا وهضرنا معاكم، ولكن ما توقعتش ان اكرام غتكون فيها هاد النيه وهاد الطيبوبه. سبحان الله واحد النيه اللي فيها النيه بزاف والطيبوبه بزاف. والنيه في هذا الوقت هذا ديالنا قليله، قليل الانسان اللي يجبر فيه النيه. والله ما كاينه صراحه، من اطيب خلق الله زعما صراحه. واخا حوزنا السؤال الثاني ديالي. اكفس سنه قزت عندك في حياتك وعلاش؟ اكفس سنه دازت في حياتي وعلاش؟ وعلاش؟ أو شنو السبب حتى قلت ديك السنة اللي صعيبة عليك واللي قاصحة بزاف وما عمرك تنساها؟ أو مثلا وقع لك ديك السنة شي مشكل كبير أو شي حاجة وأثرت لك في حياتك ديك السنة هذه؟ أكثر سنة دوزتها هي في 2018، حيتاش كنت تقريبا يعني ما بقى لي والو نجبر إجازة، والمشكل اللي وقع لي واحد المشكل. تعرفت على واحد البوليسي هو اللي كان قال لي
يعني عند دخلك لسيك الشرطه وديك الشيء وفهمتي يعني فتح لي بزاف ديال الابواب في 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 اخر في الدماغ ديالي. وفعلا انا الحلم ديالي كان هو انني نكون كون شرطي هذا هو الحلم ديالي. وفرحت بزاف ومزق ديك البلان مزق ومن بعد ملي مشيت لعندو من تما ودوز ديك التيس ومن الاول حتى الاخر وعجبني الحال قلت صافي يعني راه الابواب كامله تفتحت في في في, في وجهي. وكان عندي واحد المبلغ من الفلوس يعني قلت يعني نقدر نوصل به وصرفته كامل. ومشاو لي ديك الفلوس مع ديك السيد مع ديك السيد وما عيطولكش لحد الان. ولحد الان ما عيطولي شي وكان يعني وعد كاذبه يعني وقولوا بحال نصبوا لي احتيال بحال هذه بحال تحطمت يعني معنويا وماديا يعني كيكون عندك واحد الاساس وفي واحد اللحظه كتمشي تتهرس فكتكون كيكون في العون يعني كلشي جمع واحد القدر من المبلغ وصرفته كامل بلي بلي غتقول الحلم ديالك تكون شرطي الساعه ما زق داك الشيء بلي كذوب ما كاين الوعد كذب انت في طويل وداو لك فلوس داو الفلوس بكل واخا لا ما نزيدو انت غنوقف هذا الموضوع مع الله يجعل كلشي كلشي مغفره الذنوب الحمد لله الحمد لله. وقف يا خير السؤال ديالك الثاني كم شحال الطول ديالك؟ مترو 75 وهذا مجال يسمعوا مترو 75 تبارك الله مترو 75 ما زيدوا بالك زيد نقول السؤال الثالث ديالي صراحة الأسئلة دويصل سهلين أنا وقتها ما بقيتش سهلين سهلين السؤال حنا شوف واحد القضية وأنتم كما كتسمعوا دابا وكتبعونا أعطيونا الآراء في الأسئلة حتى في الأسئلة دويصل مع الأسئلة ديالي شكون الأسئلة اللي عجبكم وشكون الاسئله اللي جاو اللي واعر ديالي. السؤال الثالث انا جي واش سبق لك خطبتي شي وحده قبل اكرام حلفتي لا تشوف زعما الخطابه وديك الشيء رسميات لا 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 ما كاينش ما الخطابه وديك الشيء ما كايناش يعني ما كاينش لا كاينش اوكي يعني هذيك هي الاولى اول واحدة هي اكرام عملت معها يعني صافي خطابه مزيانه خطابه مزيانه وفي الصميم وفي النيه والانسان قرر يستقر في الحياه ديالو الله يكمل بالخير. راه السؤال ديالك هو وصل السؤال ديالي انا واش خطبك شي واحد قبل ناجي بحال الخطابه اللي عملنا لا هما ملي ما عملتش خاتمه في الدين غير ناجي لا كتسمع واخا 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 ما كيدار الصوت عالي كتسمع الكاميرا عندها الصوت مزيان. واخا نقولوا السؤال الرابع واش غتعيشوا مع الوالدين في الدار انا جيت اش غتعملوا العرس ولا بوحدكم؟ لا انا نعيش بوحدنا طبعا ياك مش في الدار ديالنا بوحدنا. اكرم شنو هو الهدف ديالك من الحياه؟ ما الهدف ديالك من الحياه شنو هو؟ غتقول لك عاود وانا جي هذا الشيء اللي كاين. الهدف ديالك من الحياه شنو هو؟ فين بغيتي توصل في زعما بحال اللي كتمنى في الحياه شنو كتمنى تكون عارف شنو كتمنى تعمل في الحياه شنو كتمنى في هذه الحياه الهدف ولا الحلم اللي بغيتي تحققه انت هنا مستقبلا شنو عندك شي حاجه في دماغك ومخصك تعدل على هذا يعني وكتطمح تعمل الهدف ديالك انا عندك شي حلم خصك توصل له ولا ما عندكش؟ لا كاينين بزاف بحال اش عطينا شي حاجه من داكشي وجاوبها. انني نسالي القرايه ديالي ونجبر الدبلومات ديالي ونختار خدم ودبر على راسك الله يسهل عليك. واخا نقول السؤال الخامس احسن حاجه وقعت لك في حياتك؟ احسن حاجه وقعت لي في حياتي كل بساطة وكل صراحة اكرام احسن حاجه واغلى هديه في الدنيا كامله هي اكرام. سبحان الله وتوقعت منه غيقولها توقعت. السؤال ديالك السؤال الخامس اكرام واش عم سؤال ديالي انا بديك الاكرام واش عمرك كنتي ماشي في الزنقه وتسرقتي؟ دايما واحد راسك هاد الخضره الحق هاد الخضره اللي ما بقيتيش بوحدك معاك. السؤال السادس شحال ديال الخوت عندك يا نجيب وشحال مزوجين؟ اوكي صافي هادشي اللي كاين شحال الخوت عندك وشحال فيهم مزوجين مع العلم ان نجيب العائله ديالي انا عارف هاد السؤال هذا السؤال علاش سولته حيتاش عرفتكم شحال من واحد غادي يعرف شحال بالخوت عند نجيب وشحال منهم مزوجين واش هو الكبير ولا الصغير على داكشي حطيت هاد السؤال في دماغي وبغيت نسولو. حنا بثمانيه بينا جوج بنات مزوجين غادي وفاطمه مزوجين تحياتنا لرضيه سعيد ومحمد وعماد مزوجين شحال هادو؟ ثلاثه
انت هادو مجوجي وانت الرابع مجوج اربعه بقاو جوج الرجال اللي زواج باقي توفيق وبلال حياتنا توفيق وبلال. السؤال ديالك هو وصل. انا سال الاسئله ديالي بسيطه الصراحه. شنو هي اكرم اكبر شمته شمت بحياتك ما عمرك تنساها؟ شي صدمه شي شمته واحد مثلا شمتك ولا شي شمته شي حاجه اللي وقعت لك في حياتك صدماتك شي حاجه اللي وقعت لك في حياتك صدماتك مثلا هادشي اللي بغا توصل لك ويصل مزيان. اوكي نمر للسؤال السابع. واش عمرك بغيتي شي بنت من غير اكرام او تعرفتي عليها؟ قصحتي وقصحتي الجواب هو جاب سؤال صعيب ولا شوف انا نرجع شويه للوراء يعني بلا كذب لا والو شي عادي بشي راه عادي راه اي واحد كيقوس شي الحوايج في المراهقه في المراهقه في 2000 و المهم اكرام ما تخافش من ما غدار والو لا 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 صراحه لا فاش كنت في 2000 و المهم 12 ورجع في حالك ديك ديك الجوايه يعني ما تصغر يعني مراهقه وصافي. اوكي سلام ديك اختي ديتو هذه السؤال ديالي انا واش اذا قال لك ناجم سكنوا في البلاد واش تقبل ولا لا؟ ولكن يعني تقوم بجميع الاعمال ديال المرأة القروية بحال دابا انا راضية كنعملو كلشي واش تقبل ولا لا؟ هو قال لي واش نبقاو في تطوان ولا نطلبو من هنايا من عند الدرمية؟ قلت له هنايا الاجواء مزيونة والراحة. قلت له إلا كتاب عملنا هنايا الدار ديالنا نجيو ديالا نشوفو مزيان يعني قابلة إذا عجبك الجو هنا عجبتك لهادو مستعدة تستقر هنا في بني أحمد. اجي دابا واش خاصك تجي ولا غير حيت هنا غادي هو يصال؟ لا المشكله هو الفتره ديال هو يصال ما قادرش يقول لك دبر نفسك هنا تما قلطانه جيبي لنا فواش. شوف السؤال التاسع ناجي. احسن حاجه كتعجبك في اكرام واخيب حاجه ما كتعجبكش فيها؟ شوف صراحه احسن حاجه كتعجبني في اكرام كيعجبني فيها كلشي وبالنسبه لاخيب حاجه ما كاينش شي حاجه فيها خايب والله العظيم ما كايناش شي حاجه خايبه فيها ابدا ابدا حيتاش شدوا عليه قالوا ما عنده يدور شي ايام قالوا انتم كتشوفوا عنده يدور شي ايام تعاود يقول اذا كان اذا كان فيها شي حاجه خايبه وبانت مع الوقت كيتسمى ديك الساعه تنفرشها تنفرشها وصافي سير هو يصدق اكرام ان شاء الله يا ربي مرة الزواج ديالكم وعلى عس شحال من الولد باغا تولدي؟ المهم محمد كاين زعما شحال تحبوا يكون عندكم الاولاد مورا العرس؟ شي ثلاثة شوفي ستة شوف بما انك انت شرطي هذا السؤال الله حتى انا كتبوا هذا السؤال هذا اذا عجب الله عجبونا عليه بجوج حتى انا كتب هذا السؤال هذا شحال تحبوا انا اجيب لكم عندكم الاولاد ثلاثة اكرام انا ثلاثة صراحة انت ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يحقق لكم هذا الشيء اللي اللهم امين يا ربي اللهم امين يا ربي. شنو باقي لك انت هنا باقي لي واحد السؤال ثاني باقي السؤال العاشر. الى جا واحد النهار ودابستو وقالت لك اكرام غنجمع حوايجي ونمشي بحالي شنو غدير في ديك اللحظه بكل صراحه؟ بكل صراحه وفكر مع راسك شنو تقدر تعمل في ديك اللحظه الا قالت لك صافي دابزتو طلع على الدم قالت لك صافي غنجمع حوايجي وغنمشي غنزيد في حالي غنمشي عندي ما غنمشي بحالي ما غنمشي بحالي شنو غتقدر كيفاش غتصرف انت في ديك اللحظه؟ المهم اذا في حاله ما اذا لا قدره مثلا الى قدر نعاد الشيطان وصافي يعني ساعات ولا يعني تحاول معاه نحاول معاها
نحاول يعني نصبره بالتي هي احسن وصالحه وتخليه وصالحه ونقول له زعما الدار احسن يعني ديك الساعه عاد مشي احسن ما تمشي وتبقى نجمه وتبدا تجي الدنيا تجي الدنيا ما غاتقوليش يداني فاو يتقامل المهم الجواب في محله الجواب هذا احسن حاجه والاحسن المراه غضبت شو احنا كاين الرجال فينا اللي انانيين بزاف فاش المراه كدابز مع الراجل وكيكون طالع على الدم كتقول له عندنا حوايج عندنا شي بحال كيقول لي سير الباب حداك سير الباب وسع من كتافك لا بالعكس هذاك ماشي هو الحل الحلوه هو اننا نخدموا العقل ديالنا في ديك اللحظه ونحاولوا المراه ان نقولوا لها نعال الشيطان ونرجعوا للطريق ونعتذروا منها لكن طبعا لك الغلط ديالنا وقل لك جلس يعني ما خصنا بلا ما يكبر الموضوع تمشي عن ويسوق الخبر الوالدين ديالك ونولون ويزيد تكبر المشاكل ولا شي حاجه جلس في دارك ونرضوها بواحد الطريقه بشي شكل ونتعاملوا معها بحال بحنيه وبواحد الطيبوبه صافي ونسالوا ديك المشكل يعني بقى بيناتنا في الدار ما عنده علاش يوصل حتى العائله ديالي يوصل حتى العائله الزوجه وهذه يكبر الشغل كبر المشكل من الاحسن هادي يعني في ديك اللحظه خصو الانسان واهم حاجه خصكم ديك اللحظه هذه تنعلو الشيطان ويكون بنادم محضر عقله مزيان المهم هذه الاجابه في محل تبارك الله عليكم انت الاسئله ديالك انت باقي لي واحد انا يلا سير اكرام يا اكرام شحال من واحد ضربتي من المدرسه لا واحد كنت ضربته في الساكين اسمح لي والسبب وسامح كاري وعلاش دراستي؟ الغب سهلة فيا علاش قلت لك نطي في الاقرى العايل بصح دابا في الصغر دابا سالينا الاسئلة دابا المهم الاسئلة سالينا دابا نزيدو معاكم واحد شوية نضحكو شوية وصافي على ما نكملو معاكم الفيديو دابا في الصغر ديالك قلنا كيفاش قلتي الصغر ديالك يا إكرام؟ قلت لك زعما كيفاش قوستي الصغور ديالك واش الصغور ديالك قوستي في الشا قوستي الصغور ديالك صعيب كنتي باسله قبيحه كنتي ظريفه كيف مرتاحه باللعب والنشاط انت مشاغبة لا مشاغبة انت باسله في الدار والوالدين ما كانوا في الشينك يعني كنت مشوجه كانت نوز الليل وانا وخايب غلطنا مشينا للفريه بالفا لا فوا في نص الليل هما كاع ما فراسهم الخبر تهبط لنا ماما بتسناكل سندانه وراه ماما وغابيك طلعتنا للقرية كنت كنحلف فيها دابا ربي يخليك الوالدة يلا تحياتنا للأم إكرام وحتى الأب ديالو والعائلة ديالو وعم إدريس وأشرف وأميمة تحية أشرف كنت كتزيغني أحسن أخ في العالم نجيب كيفاش قوشي الصور ديالك؟ صراحة الصور كازم لا بأس به مزيان واش قوشي الصور ديالك مثلا مفشيش مبرع محروم من الحوايج صعيب عشت شي ظروف اللي مثلا صعيبه بكل صراحه صعيبه كنت كتمنى في ديك الصوره ديالك شي حوايج انه ما كتلقاهم شي كانوا الوالدين مثلا كيلبيو لك جميع الرغبات ديالك وانت صغير او لا العكس المهم احكي لنا شويه كيفاش صغر الحمد لله داز مزيان صراحه بكل صراحه صغر داز مزيان يعني وخاصة في واحد حنا جينا في واحد الحقبة اللي هي كانت كنقول في عصر الازدهار شي حاجة يعني منورة يعني مزيانة يعني ما جبرتي في الصغور صعوبة مرة صراحة يعني الصغور ديالك كنت مهلي يعني مهلي مع دراري صحابي في المدرسة يعني القراية مزيان يعني دائما موفقين الحمد لله والصراول كنت كنقطع الصراول بزاف من الركاب في حالي ولا كنت كنقيل على يد على بي كاملين كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وهذه الفقره للاسئله والاجوبه اللي عملنا مع اكرام وناجي الى عجبكم حل هذه الفقرات كتبوها لنا لتحت في لي كومونتير نعاود نعمل لكم شي فقره وشي اسئله وحدين اخرى نعاود ثاني تساوي شي حتى هما غيعاودوا نفس الكره معنا وغتشوفوا عنده في القناه ديالو وحنا غنجاوبوهم عاوتاني يلا بسلامه السلام عليكم